السلام عليكم يا جماعة الخير، اخباركم ان شاء الله طيبين. اليوم رجعت لكم بمقطع جديد من سيرفر جراند 5، ولكن راح تشوفوني يا جماعة في عندنا مشكلة بسيطة جدا، هي اني ماسك المايك من البداية عشان لا حد يجي ينط يقول لي ممكن الصوت في مشكلة. يا جماعة في عندنا عدة مشاكل ان شاء الله تكون كلها محلولة. انا فرمت الجهاز تبعي بالكامل، طلعت اني فرمته يعني، وبالصدفة انكسر المايك، فمثل ما شايفين هنا راح منها. ما علينا، اوكي ما راح نضغط كثير، انا راح احط المايك هنا واتمنى الصوت يكون واضح. يا جماعة اعذروني اذا كان الصوت مو واضح كثير، ولكن ما علينا. اليوم ايش راح تسوي يا مكارو؟ اليوم رجعت لكم بفكرة اسطورية وخرافية يا جماعة. بكل اختصار عندنا تارارارام سيارات، 10 سيارات عبارة عن كل سيارة راح تحتوي على ايتم الايتمات، وبهدف في اني اروح لعند الفاميلي اختار 10 اشخاص. راح يكون في 10 اشخاص بالمجمل، 10 سيارات يعني. فيا جماعة الخير بكل اختصار راح اجيب شخص راح يختار سيارة من السيارات، مبروك عليك الشيء اللي داخل هاي السيارة يعني، اوكي؟ راح نحط ايتمات حلوة وايتمات سيئة ونوزع فيهم، احتمال كبير ارجع عيد اللفة لما يخلصوا الايتمات عشان نوفر مساحة اكبر للفاميلي كلها تشارك. انا بدي اكسب اكبر عدد ممكن من الاشخاص، ولكن الفكرة ما فيني اسويها بنفس اليوم، هذه الفكره يا جماعه. فخليني اوزع للعشر اليوم، ممكن اسوي حلقه ثانيه اذا في حلقه عجبتكم. ما فيني اسويها كثير لان يا جماعه الاداره نوعا ما راح تجلدني نوعا ما. الاداره يا جماعه اي نعم، ممنوع اوزع اكثر من 5 مليون قيمه يعني ماليه، فاتوقع 10 سيارات راح تروح 5 مليون بالراحه يا جماعه، اوكي؟ فالهدف اللي راح اسويه اني راح اروح بعد شوي، طبعا راح نختار الايتمات مع بعض، انا لسه ما بعرف شو راح احط بالتحديد. فلذلك عزيزي ايش مستني الان عشان تنضم معنا للفاميلي، ممكن تكسب احد هذه الجوائز اللي دائما اسويها. في كل اسبوع راح ادخل وراح اسوي هذه الفكره يا جماعه، كل اسبوع، ولكن فكرة جديدة، ممكن عشان تحظ، ممكن اشياء جديدة. اذا حاب تنضم للفاميلي الرابط موجود بلس فيها، لا تنسى تدخل من الرابط حصرا في جوائز. راح اعطي 100,000 لكل شخص بينضم للفاميلي، وشكرا لكم لكل شخص بينضم، اوكي؟ عشان تدخل وتلعب معنا بالسيرفر لازم تضغط على الرابط الموجود بالوصف، راح يوديك لهذه الصفحة. لازم تختار الانجلش 3 وتتاكد انه هنا محطوط 59، راح تضغط هنا على كلمة بروسيد. هنا بعد الصفحة كل ما عليك فعلا تحط ايميلك، كلمة سرك، تاكد كلمة سرك، بعدها تحط هنا اسمك واسم العائلة. راح يعرض عليك انك تحمل اللانشر الخاص باللعبة، كل اختصار تضغط عليها بضغطة زر راح يحملك لانشر خاص مثل ما شايفين. ورا ما خلصنا التحميل يفتح معنا هذا اللانشر، تختار هنا انجلش 3، تاكد انك محطوط هنا انجلش 3، سوي بلاي. واهلا وسهلا بك يا عزيزي بفاميلي ليجاسي، فاميلي مامكالو، حياكم الله جميعا، القاكم باللعبه يعني. تعالوا شوف معنا شغله اسطوريه يا جماعه الخير، بالله عليكم لاحظوا ايش سويت الان. اخذت صوره اسطوريه، اتمنى كل شخص يتابع هذا المقطع يحط هنا اي دي 59 بالقائمه البيست كار بالدفتر، راح تشوف الصوره. انا اسوي لك كاست فوت، حط نكست، يعطيك الف عافيه عزيزي. يا جماعه انا مسمي، تخيل معنا فيه عبره هذه الصوره، والله فيها عبره. مكتوب هنا كل السيارات كانوا بالنسبه لنا مجرد حلم رأس أحدهم، يعني كان اوكي ما ادري اذا شرحتها مضبوط. كل السيارات كانت بفتره من فترات حلم لمجرد احدهم، وحطيت كل هذه السيارات لان هذه السيارات يا جماعه كانت عباره عن حلم بالبدايه. شوفوا الان السياره، او ماي جاد يا السيارات شباب، هذه كلها كانت عباره عن احلامنا زمان يعني. والله انا كنت اشتري هذه السياره، كانت حلم، كانت اقول بس راح اشتري هذه السياره. فاتمنى كلكم تصوتوا للسياره بس، اوكي؟ طيب بالنسبه للايتمات، طبعا انا متواجد حاليا بالجزيره الكاوي بريكو علشان اوزع الايتمات يا جماعه. لسه اللي راح اسويه اني راح ارسم سياره فيها ايتمات من هنا، ولكن لازم ما اخربط بالسياره شباب. راح اجيب العيد والله شكلي. في عندي سيارتين اتوقع، واحده منهم هي ذي. ما عليكم، راح احاول القى الايتمات اللي لازم اوزعها على الشباب الطيبين. طبعا راح يكون في باك باكات ايضا، مو بس السيارات يعني. لازم اودي مكان سياره عشان ما تختفي مكانها. تعالوا نشفط الاغراض معنا بيدنا. لاحظوا الان انا عندي هذه، راح ارمي الاغراض الزباله اللي معي نوعا ما شباب. عندي كونتينر في هذا المكان، كان افتح على السريع. كونتينر بس السحبه يا جماعه. شباب اتوقع اني راح اروح على البيس تبعي الاساسي، المشكله راح تخرب اماكن السيارات، انا بس خايف مكان السيارات راح يخرب، سيستعجل صفهم بهذا الشكل. اسمعوا شو راح اسوي يا جماعه، راح اروح انكش الاشياء المناسبه اللي عندي نوعا ما، راح اجيب اشياء غاليه، اشياء عاديه، مثل هذا الدراجون، توثلس الدراجون هذا ما اعرف كم ينباع، راح اتاكد، ما راح اتهور يا جماعه، المفروض ما نتعدى ال 5 مليون، راح اروح ابحث الاوضاع، اجيب كل الايتمات وارجع لكم عشان ندخل بصلب موضوع فور وما اطول، اوكي؟ ليتس جو يعني، راح ارجع لكم بعد شوي. شباب اتوقع اني حصلت السياره واخيرا اللي فيها ايتمات مميزة نوعا ما، اوكي؟ فمثل ما شايفين هنا عندنا كل الايتمات اللي ممكن انها تنعطى. انا صراحة راح اضحي، عندي 2 ايتم من هذا، فاتوقع راح اضحي بوحدة. طبعا ما في ممنوع اضحي اكثر لان تلكم ممكن يطلع غالية، فما بدي اضحي باغلى، اوكي؟ ناخذ البومة مثلا ممكن تكون ايتم، راح اخذ كل شيء ممكن يكون عبارة عن ايتم احتمال استخدمه واعطيه جيف اواي يا شباب، اوكي؟ في عندي لسه ايتمات هنا، عندنا ديزرسك، عندي هذا الحذاء مثلا، مش هذول الاحذيه سعرهم شي 2 مليون، فاتوقع راح يكونون عباره عن ممكن يكونوا اغلى شيء. راح يا جماعه راح يكون في هذول الحذاءين، ما بعرف كم سعرهم، يمكن مليون ونص، مليون ونص، فصاروا 3 مليون الركض، ديروا بالكم يعني، اوكي؟ لازم ننتبه كويس على هذا الموضوع يا جماعه. في عندي واحد من ذاك يا جماعه راح احطه كمان،
الأمانة كل هذه الايتمات انا طلعت لي مليون مرة، بعتها 99 مليون مرة، ومع ذلك لسه في عندي بالبريد قدهم على مرتين يعني. ما علينا. طبعا راح يكون مو بس كذا، راح يكون في فلوس ايضا، ولكن ما عليكم راح اضبطها. في عندك هنا ثلاث باك باكات، المهم كل واحدة راح تطلع فيها ايتم ممكن ما يطلع. ترى مو لان العشر سيارات يعني يا جماعة لازم يطلع لك ايتم حلو، انا راح احط بالعشر سيارات هذه ايتم واحد حلو والتسعة لا، وكل ما واحد يجي كل ما راح اغير، راح اشيل ايتم الحلو احط يعني لما ما حد يكسب الايتم الحلو يعني. اوكي راح اسوي بهذه الطريقة اتوقع. اوه شباب بالمناسبة نسيت اخبركم، انا كسبت هذه السيارة يا جماعة، كنا على البث المباشر، اتوقع ما شفتوها لانكم على اليوتيوب والبث كان على التويتش. بالمناسبة قريبا راح ابث على الكيك يا جماعة، فراح احط لكم رابط الكيك عندي بالوصف اللي حاب يتابعني من الان. لسه ما راح ابث هناك بس اقرر ببث يعني. اوكي سعرها 30 مليون، حطيت عليها هذه التعديلة بس على السريع بوريكم عليها يعني الان. هاي سيارة بسيطة حلوة رهيبة يعني، ما راح اركبها لان اللي كان على البث بيعرف ليش ما راح اركبها، بدي مليون سنة عشان تنركب، ما حتنركب بالاخير. اوكي شباب الان رجعت لكم داخل بيت الفاميلي، واللي جالس اسويه الان شيء جدا اسطوري، جالس اتفق مع احد اعضاء الفاميلي الكرام اللي اسمه عمر يا جماعة علشان نحاول نرسبن السيارات بهذا المكان، لانه المكان الوحيد اللي راح اسوي فيه الايفنت بالطابق السفلي للفاميلي. ويب شباب راح عاني شويتين عم صف المواضيع الان هنا، فاتوقع انه جي جي يعني يا جماعة ما علينا. اوكي في عندنا هنا كمان روز رايس، كل هذول راح يطيروا الان شويتين بس علشان العيون الايفنت يا جماعه، العيون الايفنت الان، سيارات ملونه فخمه اسطوريه بكامل حذافير الان. العيون يا شباب الطيبين هنا يا شباب، يعني تم تغيير سيارات الفاميلي كلها، قررنا نحط نسوي مقلب الشباب من غيرنا سيارات الفاميلي شباب، والله لين صدمه. والله فايز راحت عليك، راح احط سيارات الفاميلي كلها بهالشكل، والله انا اسف راح اسحب كل السيارات، حسوي كويك سيل لكل شيء. حاشوك انا اسف. لا لا مش اتخيل. الفكرة الشباب راح ننزل كل السيارات اللي تحت، راح اصفهم بنفس ما كنت صفهم او بطريقة اذكى، راح احط لهم بشكل مناسب والله، ممكن يكون لون اخضر هنا مثلا، اهم شيء ما حد يسحبهم الان. فيب راح اصفطهم بطريقة اسطورية وخنفشارية يا جماعة. المهم شباب راح انزل سيارة بسيارة اللي تحت اصفهم بشكل مناسب، و يب راح ارجع لكم بس لخلص الان. A few minutes later. اوكي شباب اتوقع اني خلصت من تصفيف السيارات، راح يكونوا معنا بهذا الشكل، فكل واحد راح يجي راح يختار سيارة من هذه السيارات. لسه ما شوف راح اسوي حركة اسطورية الان، راح اروح اركب انشورنس على كل السيارات علشان شغلة واحدة بس في بالي الان. اوكي شغلة هي يا جماعة عشان اعرف انه هي السيارة الفلانية اللي اختارها الشخص، اروح ادورها بالقائمة وافتحها عشان هو يفتحها بنفسه ياخذ الجائزه منها. اوكي ما راح استلم، ما راح افتح شيء انا، ما راح اطيها بجيبته، هو راح يسحبها وراح يحطها بجيبته مباشره. لذلك راح اروح اسوي الان، راح اروح احط انشورنس وراح ارجع مباشره على البيس يعني. اوكي فيب راح اروح احط انشورنس وارجع الان. اوكي شباب انا جاهز لكم انشورنس بالغلط، بدي لكم لوحات عشان ارقام اللوحات اعرفها بالقائمه وافتحها بعدين يعني. اوكي فيب ان شاء الله بس ما حد يرسد السيارات. شباب مشينا الان على السريع، طبعا ما بدي الفاميلي كله يجي، انا بس راح اصطاد واحد واحد، راح يجيب راح اجيبه وراح اجي. يا جماعه ما راح احكي ابدا بمايكل فاميلي انه في ايفنت او شيء فيه من هذا القبيل. اوكي اللي اشوفه عند بيت فاميلي اشوفه باي مكان راح انا على طول اجيبه. الفكره انه بيجي مليون واحد، ما بدي يا جماعه. اوكي فما ما بدي يجي مليون واحد، هاي الفكره والله بتبهدل بعدين والله. ما بدي زعل كل مني، هاي الفكره بالاختصار يعني. اوكي راح نصرف الان عملات الان شباب، راح نصرف الان عملات شباب، انا راح امشي عليهم على السريع الان، اي شيء لوحات بارخص الاسعار. اوكي الهدف اني احط لوحات على الكل الان، كل شيء متاح عندي الان. 2000 years later. تم يا شباب، مشينا الان البيت نوزع الاغراض داخل السيارات يا شباب، مشينا مباشرة. ليش اسوي ذي الحركة؟ اللي ما فهم الان، لان انا معطي السيارات رانك 10، ممنوع احد يفتح السيارات، مو كل واحد يجي راح ياخذ السيارة وخلاص يعني، لا، لان الا ما يكون في تخريب الا ما واحد يمد يده بدون ما نشوفه، فانا راح اشيل هذه الفكرة، ممنوع ما حد فيه يفتح السيارات اصلا الان غيري انا، فلذلك اللي راح يربح راح افتح له السيارة من القائمة وياخذ الغرض ومع السلامة يعني. اوكي بس بكل اختصار. يعني يا شباب بالله شوف الحظ، جالس احط اغراض بس سيارات طفت الكهرباء يا جماعه، يا شباب شغلوا النور يا جماعه، مين طفى الضوء شباب؟ كيف اسوي تحيه؟ هلا والله حبيبي، من الاكشن من الاكشن، سوي جي سوي اكشن، تعال نشوف بس تحيات ريتش ماتريكس الان على السريع يا جماعه، بس خليني بناظر فيه هو جالس يسوي تحيه الان. اوكي ما سوى يا جماعه، ننتظر بعد سنتين والله شكله ما راح يسوي. ريتش ماتريكس راح نستناك لسه تسوي تحياتك، ها يعني جالسين السنه وين رحت يا حبيبي تعال هنا. اوكي يا جماعه الخير، اتوقع ان مكالو انتهى تماما من تعديل السيارات، بالله شوفوا لي المنظر ما احلى، اقسم بالله المنظر اسطوري يا جماعه. في سياره من السيارات ممكن يطلع لك فيها مليون دولار، وسياره من السيارات ممكن يطلع لك فيها حبه جوس ما فيها شيء يعني. اوكي ففي عندك سياره مثلا فيها قطعه تنحط على الكتف سعرها 500000 200000 مليون حتى كما توصل، ولكن اغلى الايتمات عباره عن الشوز اللومينوس، في عندك حذاءين ما راح تعرفونه انتم ايضا يا جماعه، اتوقع اترك لكم التخمين بالتعليقات تخمنون اي تتوقعوا السياره اللي فيها حذاء اللومينوس مرتين، في حذاءين لومينوس
لومينوس، واحد برتقالي واحد بنفسجي، راح يكون باحد هذه السيارات طبعا، فموزعهم بشكل عشوائي تماما يا جماعه الدايم والله. فاللي راح يطلع راح يكون جدا سعيد الحظ طبعا. وايضا في عندنا سيارات فاضيه تماما ما فيها شيء، ممكن حبه ستون حبه لومينوس ما ادري ما يعني فاهمين. اوكي بالاخير كل واحد راح يكسب شغله، ممكن شغله خفيفه ممكن شغله كبيره، بس كل واحد راح يكسب. يعني اقل ايتم ممكن يكون عباره عن حشر اللومينوس، فاهمين يا شباب، ممكن كله يكسب. اوكي في عندك باك باك ليفل 4، في عندك شغلات راح تشوفون بعد شوي. فهل انتم مستعدون شباب؟ تاكدوا انكم ضاغطين زر لايك يعني، وخلينا بدور نبدا مباشره. ليتس جو نجيب المتسابق رقم واحد عشان يجرب حظه الان. ليتس جو يا جماعه الخير. اوكي اذا فيكم تجيبوا لسه كمان مثلا كم عددكم جيبوا ناقص وبس. خلاص عمر جيب 50. ايوه جيب 50 مثلا. تمام كفو. نايس وان شباب. اوكي طبعا شباب انا حاسب الايتمات المفروض نكون تحت ال 5 مليون. طبعا ما انا احكي لك ما في غش، تغششني. لا تغش لا لا انت وحظك والله. اختار لك لون ويز بيزي. هو اسمي انا عكس اسمي، عرفت كيف؟ حظي بعرفه. ليش شو اوكي اسمك فايز. اي والله نايس وان والله. او شيت دعما تخيل تكسب من اول واحد تاخذ الحذاء وعلى طول باي باي يا حبيبي. او شيت هي اصلا راح تعتمد على حسب مين راح يبلش بالاول. هاي الفكره، انا راح اسوي عجله حظ هلا مش على كيفي. اوكي يب راح اجيب اسامي بس العشرة 10 عجله حظ عشان يكون عادل نوعا ما الموضوع. الشباب قاعدين عم يجيبوا شباب. خليني يا جماعه الخير بهذا الوقت ايش راح اسوي؟ راح اسوي الان عجله حظ يا جماعه الخير. شو السالفة؟ شو السالفة له؟ كم؟ أخذت أسميكم حاليا حطيتها بعجلة الحظ، راح أجرب أسحب اسم، بس خليني أشرح لكم قبل شو فكرة الموضوع الآن هنا، تمام؟ إذا طلع اسم بعجلة الحظ عشوائيا راح يجي معي شخص. أيوة. راح يختار سيارة من السيارات، في عندكم جوائز بهذه السيارات، ممكن يكون حظك سيء تكسب مثلا شغلة بسيطة، طبعا كل واحد راح يكون كسبان يعني ما حدا حيخسر شيء يعني، بس ولكن الفكرة بالجائزة ممكن تكسب مثلا مليون دولار فيه، في عندك حذاءين لومينوس متوزعين بأحد السيارات، في حذاءين لومينوس، فأنت وحظك يعني أوكي؟ وفي مليون كمان، وفي يعني اشياء ثانيه من يسار بتساعد يعني، لذلك رح نبدا. جاهزين؟ اوكي اوكي ليتس جو شباب ليتس جو. خلينا نشوف مين اول اسم. ثواني رح اسحب على العجله يا رب. ليتس جو شباب ليتس جو. العجله شباب كريم تكفى شباب. العجله ما ادري كيف سويتها مع لحد دقيقه يا جماعه، ما بعرف كيف الان شفل. رح اسوي سبين يا جماعه. بوم يا حبيبي. خلينا نشوف الاسم الاول شباب. ليتس جو. الاسم الاول الاسم الاول. اوكي عمر. وات الاسم الاول؟ طلع عمر ولا لا؟ لا طلع مصطفى. طلع مصطفى عساف. اوكي مصطفى 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 يا مصطفى. مصطفى عساف مطلوب الى الساحه. مصطفى تعال مصطفى. اوكي مصطفى يا عيني. مصطفى اختار سياره بتمعن، ركز كويس، ممكن يعني تتهور وممكن تربح، عليك حريه القرار مصطفى. انت حر مصطفى. والله شوف في عندك مليون، في عندك حذاء لومينوس، الباقي يعني كويس بس مش كثير يعني. على الطقم تبعي لون البنفسجي. وات اختار يا مصطفى. متاكد يا مصطفى لون بنفسجي؟ جواب نهائي. جواب نهائي اكيد خلص يعني البنفسجي على طول. اي بنفسجي لان شو اسمها مسوي طقم كامل بنفسجي. طيب اسمع، راح افتح لك السياره، شوف بنفسك شو في داخلها. تمام راح افتح لك اياها، روح وقف جنب السياره من ورا وراح تفتحها بنفسك الان. ثواني اوكي راح افتحها يا جماعه الخير. اوه ماي جاد 6 جي اي اكس شباب. بكل اختصار راح اروح راح افتح السياره من هذا المكان، راح احط هنا فيوتشر، لازم ما خربت هذه يا جماعه. راح احط رانكا واحد وخلينا نشوف مع بعض يا جماعه ايش كسب معانا. كسب معانا حذاء اللومينوس من البدايه. اوه ماي جاد مو طبيعي الحظ، والله مو طبيعي حظه شباب. ها مصطفى اكتشفت ايش ربحت؟ فيك تفتح السياره مصطفى، فيك فتحت لك اياها. يا مصطفى مش طبيعي الحظ، والله كذب، اقسم بالله حظك مو طبيعي. شباب انا اسف يا جماعه، عندي خبر سيء يا جماعه، مصطفى كسب الحذاء الاول لومينوس يا جماعه. والله ديم الف الف مبروك مصطفى، مش مشكله عادي. والله لا على فكره زبط معك مع اللبسه، والله نايس ون مع الديزرت سكاف رهيب طلع. يلا كف كف مصطفى. راحت سياره من السيارات شباب. لا يا شباب لا. اوه ماي جاد خلينا نشوف الاسم الثاني. اوكي هاي مصطفى. مصطفى ودع الملاعب، اخذها وهرب على طول. اوكي شباب يلا بسم الله. خلينا نشوف الرابح الثالث يا جماعه. انا بكل اختصار راح اجي وراح اسحب اسم مصطفى من القائمه. شباب انا اتوقع راح اسحب اسم مصطفى من القائمه. نشال يب هذا هو مصطفى، راح نشيله وراح نعمل سبين. ليتس جو شباب. الاسم اللي بعده الان راح يطلع بعد 3 2 1. الله عمر. عمر يا عمر العب يا عمر. والله طلع عمر، والله طلع عمر يا شباب. كويس اني عم بصور كل شيء عشان ما حد يقول لي انا ظلمت يا جماعه. احلى شيء اني انا عم بصور عجله الحظ كمان عشان ما حد يقول لي انه واسطه او شيء يعني. عمر اختار بعنايه. عمر القرار لك الان. في اشياء حلوه نوعا ما، في اشياء نص نص، لك حريه القرار. صديقك احنا نستخدم الحنكه.
اوف ايوه اي سياره انت بتحب اللون الازرق هاخد الازرق لا مستحيل لا مستحيل عمر 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 جاوب نهائي عمر يب جاوب نهائي المشكله ما بعرف شو في بداخل السياره والله العظيم نسيت ما بعرف اصلا شو فيها حلو يب هي وحظها كده كده كسبني راح اشوف شو في داخل السياره قبلك ثواني شويتين بس ما راح احكي ولا كلمه انت راح تكتشفها بنفسك الان راح افتح لك السياره بعد 5 ثواني ثواني راح افتح السياره يا جماعه عمر كسب معانا اوه عمر كسب معانا اوكي معنا راح افتح السياره 8 بي تي زد 8 بي تي زد لا ثواني راح افتح لك يا عم بشوف بس رقم اللوحه اي عمر فتحت لك السياره الان فيك تشوف ايش في داخلها ليتس جو يا سلام يا سلام والله اني اسف يا عمر المفروض يعني اوكي معنا يعني مشي الوضع فيه عادي 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 حلو 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 شغل زلف زلف اي والله رهيب رهيب خلاص كفو والله هي اوكي شباب مثل ما شفتوا عمر كسب البومة اللي موجودة على كتفه الان الف مبروك لعمر وخلينا نشوف خلينا نشوف مبروك عمر المتسابق التالي يا جماعة ثواني بسم الله شباب والله اني جالس اعاني يا جماعه اروح بالقائمه هنا اجي بالقائمه هناك شباب انا جالس اتورط والله عمر كلارك عمر دحدر حسوي شفل بسيط وراح اسوي سبين ليتس جو شباب الاسم التالي خليه شوف لسه ما حد كسب مليون دولار وفي حذاء لومينس اخر لازم حد يكسبه الان علاء ماد يا جماعه شوفوا من اجل علاء ماد علاء ماد مطلوب على الساحه علاء ماد انطلق الى الساحه علاء اسود اوف خلاص مختار فورا اسود على طول اسود على طول. والله شوف انا ما انصحك اسود يعني بس يعني اصطفل حبيبي الاسود حبيبي متاكد خلاص يعني مشكله والله ما بعرف شو بدي خبرك والله سودي سودي انا برايي خذ الخضره يا علاء خذ الخضره علاء سودة سودة على قولك حبيبي مختار انا قلت لك الخضره انا اصطفل مو عارف انا شو فيها راح افتح لك السياره ثواني شباب تعال نستكشف مع بعض شو فيها السياره الان 3 2 1 اي اوه ماي جاد الحذاء من الثانيه وات والله انا ما كنت بعرف اوه ماي جاد هي شباب مستحيل علاء فتحت لك السياره علاء شوف رد فعل الشباب لومنس شوز هذه رد فعلك ثانك يو علاء والله العظيم مو طبيعي الحظ معك علاء وانتك فورا السياره السوداء علاء اوه انا اسمع والله حطيتها في سياره سوداء قلت ما حد راح يختار هذا اللون الكئيب نوعا ما انت جيت فورا اسود بدي اسود اوه شيت والله كفو كفو مبروك عليك والله كفو عليك شباب جي جي والله الحذاء الثاني راح كمان ضل فيه مليون دولار حاليا لا والله سوري والله شباب خلينا نشوف من الرابح التالي المشكله ما فيني ازود جوائز يا اخي الاحذيه راح بسرعه والله حرام ما توقعت جوكر جي اوكي في مليون دولار سمعنا في مليون دولار يا جماعه اوه في ادم راح يعطيني شغله ها ادم شو بتعطيني ادم في اكسنج بموضوع ادم اوكي اي لا جائزه جديده اوه ماي جاد والله كفو والله اوه ماي جاد نايس وان شباب راح اسحب عليكم راح اروح مع ادم ادم انت الربحان من هلا كل شيء خلاص جوكر جي اتش مطلوب على الساحه جوكر ايوه الله يستر يلا جوكر حظك والله جاء اسمك الان شوف يا رب مليون دولار في مليون دولار والله اسمع ركز منيح وحظ موفق والله اول شيء يا رب استنى يا والله يستاهل مليون دولار يا جماعه والله حرام يا اخي والله لازم يكسب المليون محطوطه يا جماعه المليون محطوطه عباره عن خيطان يضل الخيطان اخذ المليون دولار اوه شباب والله انا متوتر والله انا متوتر انا كمان انا عارفان فين المليون دولار كفو ناظر شويتين يسار تكفى يا رب يا ربي ناظر المكان مناسب يا جماعه اخضر اخضر خلاص اخضر استنى ان شاء الله ربي ما يخيب ظن اوكي يلا. الاخضر يعني خلاص توكل على الله يلا توكلنا على الله يلا يا رب يلا بسم الله حسني باكل هواء ما في اسمع فيك تغير قرارك فيك اذا مو حاسس فيها كثير غير قرارك عادي يعني معك الحريه اسمع والله لو غير قراره بيطلع اسطوره اذا غير قراره يا جماعه انا عارفان شوف بالاخضر وعارفان شوف بالاصفر الاخضر الاخضر خلاص اوكي خلاص يعني ثبت راح افتح لك السياره الان إيه. اوكي سيب الهامستر والله نايس سعره 500 الف شباب تقريبا نص مليون والله نايس تم جوكر فتحت لك بس اضغط تاب قرب على السياره اضغط تاب مبروك عليك الهديه تاب استنى حرف الاي يب حرف الاي بيطلع لك انفنتوري والايتم معك موجود على اليمين لا عادي عادي ما عليك ما عليك والله اسمع سعر الايتم هذا شيء 500 الف ينباع ترى فيك تبيعه عادي يعني ايوه ما شوف محل شكل والله ديم كنت ناوي اشتري شقه بس اتوقع اني بخلي هو اللي يسندني انا اشتري شقه كفو والله رهيبه الفكره والله خليني اسحب اسم جوكر سوي شفل وسوي سبين شباب ليتس جو خلينا نشوف الاسم والله المشكله عجله الحظ هي جالسه تقرع عن الشباب في ناس كثير راحت عليها الان فايز طلع اسم فايز اوه ماي جاد فايز خليني اتاكد فايز فايز اوكي فايز صراحة أنا حابب أشوف فايز شو راح يكسب شو راح يفوز الآن وينك فايز موجود؟ هو فايز نورت فايز موجود. فايز يلا فايز خليني أشوف شطارتك فايز والله في مليون دولار فايز دير بالك مليون دولار يا جماعة إي راح مع أزرق فورا واقف قدامه
هاي خلاص هاي فورا. والله فايت تسمع مني ولا ما تسمع مني؟ اسمع منك. اختار الاحمر بلا لك الازرق. خلاص يلا يلا خلاص متاكد؟ لا ما دخلني انا بس بنصحي ممكن يكون كذاب ممكن يكون ما يحق. حبيبي خلاص الاحمر يلا. تمام بس ما راح تعرف شوف بالازرق لحد ما حدا يفتحها تمام؟ طبعا. دير بالك تتحسر انا فايز. لا لا حبيبي. خلاص تمام الاحمر يلا. راح افتح لك السيارة. اوه ماي جاد. والله حرام. طلعوا العجوز طلعوا العفشي. تم فايز اضغط انفنتوري ومبروك عليك الايتم. شوف رد فعل شباب شوف رد فعل والله راح ينصدم. الف الف مبروك عليك فايز تستاهل. الله يبارك فيك حبيبي. والله كيف والله ما والله فاني اسف فايز انا ما بعرف شو داخل السيارة ترى والله انا اسف والله. والله سوري والله اقسم بالله ما بعرف شو لك عكس اسمي يعني اوش عن جد صدق هي هذا الايتم الوحيد اللي اقل شيء اتوقع. خلاص ما عليك راح اجيبك المرة الجاية تجرب اول واحد راح تكون. اوكي الاسم التالي الان وولف سلطان. وولف سلطان متاكد بس وولف سلطان ولا لا؟ لان احيانا بتكرر بتروح وولف سلطان. ما انا ما وريتكم شباب سوري والله هذا وولف سلطان يا جماعه انا اسف بس الربح في وولف سلطان اوكي نسيت اوريكم علينا. وولف سلطان مطلوب الى الساحه. وولف سلطان وولف سلطان اختار سياره. البيضه البيضه محمود. يا وولف يا وولف غير رايك يا وولف مو البيض هاي الرماديب الاول. شو انت اللي بتختاره عاد انا معك اكيد. يب روح يلا اختر من عندك اذا ما بتعرف الايتمات عادي اختر من عندك. انا ما بعرف الايتم بس شو رايك تخلي ادم يختار عنك اذا بتوثق فيه؟ عادي فيش مشكلة هي بالاول بالاخير حظ يعني. اوكي كفو والله مسؤولية ادم هي يعني ادم اختار له السيارة. وات شو قال لك؟ اما كان بيحب الالوان اللي هي اصفر قال لك اتوقع هيك سمعت عم بيعلق صوته لان ادم. انا المشكلة مش سامعه. ادم انت قلت اصفر صح؟ بحكي لكم ادم اصفر مو بحب الالوان الغريبة يروح الاصفر. اوف والله يا شباب مستحيل اذا كان صح. وات ادم يا جماعة ادم غشاش. خلاص اصفر الاصفر ما يحكي ادم. خلاص يعني اكيد؟ يب يب اكيد. طب ليش ما تكتشف شو في كان داخل الازرق مثلا؟ لا انا بديش العب مخك بعدين. ما بعرف خلص راح افتح لك الصفرة تمام؟ جاهز؟ جاهز. يلا بسم الله راح افتح لك يعني شوف نفسك. اوكي المشكلة راح ينصدم الان يا جماعة اذا كان فيها خيطان راح يكون فيها مليون دولار. فيها مليون دولار اوه ماي جاد فيها مليون دولار. راح اشيل الخيطان انا عشان تطلع فاضية وراح اقول له انه انت كسبت الفلوس هي المليون دولار اوكي؟ سلطان افتح السيارة. يلا. المليون؟ والله انك ربحت المليون يا سلطان. والله؟ والله انك ربحت المليون يا سلطان. اذا السيارة كانت فاضية تكسب مليون. يسعد دينك يا سلطان. شلون ادم جابها صح؟ وات؟ مليون دولار كسبت والله. يب بالنص بالنص. كسب مليون دولار. اح اشوف النص. تعال هذه مليون دولار تروح لوولف سلطان. بوم يا حبيبي مليون دولار. اوه ماي جاد. شكرا. الف مبروك لك والله سلطان يعني الف مبروك حبيبي. مش كان زحمة شفتوا شباب؟ هذا كله ما تكلمت بالراديو صار هلا زحمة فما بالك يعني. وولف سلطان راح الان ترى لسه في جوائز لسه في اشياء لسه في باك باك فور في اشياء ما ادري والله في اشياء كتف في اغراض حلوة اوكي. باسل راح يجرب حظه اتوقع الان باسل. يب باسل راح يجرب حظه. باسل راح تجرب حظك الان باسل ترى شباب مو لان الاشياء الحلوه راحت يعني ما ضل شيء في لسه غرض غرضين حلوين يعني فباسل اختار السياره. باسل اختار هذا افتحها بحظ المتابعين يلا حطوا لايك. كيف والله كيف باسل عم يحط حطوا لايك شباب لا تسووا لايك يا جماعه والله باسل اصلي والله. يلا البيضه هي لحالها هون. البيضه هي لحالها هون والله انا كمان تعجبت اني شو حطيت بهاللون انا شفت اللون سيء فاتوقع حطيت فيه شيء كويس خليني نشوف شو فيه. ثواني ثواني ان شاء الله يلا هات لنشوف. باك باك ليفل 4 ما حبت حشي 8 اف يا حرام والله باسل فتحت لك السياره باسل فيك تشوف اللي فيها الان يا جماعه للاسف حظي مو كويس ابدا باسل يا باسل للاسف والله باك باك ما حبت حشي ما حبت مو هذه حبت حلوين حلوين يعني انا اسف يمكن ما ادري والله ما علي مبروك. باقي الان اسمين يا شباب راح نسحب الاسم الاخير بين باخ اربع اسامي او باخ ثلاث اسامي باخ ثلاث اسامي شباب خلينا نشوف المتسابق ما قبل الاخير الان المتسابق ما قبل الثالث الاخير الان راح يكون انيس جراند ايش اسمه هذا يا جماعه جراند فيلد انيس جراند فيلد تسمعني انيس يا انيس ضل في غراض حلوه يا انيس فاتوقع انك على الحالتين كسبان يعني بس ما علينا اختار سياره يعني شيء راح يفيدك اكيد منك توك بعد جديد يعني اكيد راح يفيدك هذا الشيء انيس اذا ما عندك مايك اكتب بالشات معلش وين السياره اي وحده الزرقاء هي هنا ايوه تعال تعال قرب عليها شويتين تعال خلاص راح افتح لك هي السياره تمام بما انه ما عندك مايك يلا ليتس جو. اوكي بسم الله يا جماعه انيس اتوقع انه راح يكسب الان معانا لومينس ستون حبه حد سعرها 200,000 كويسه تعتبر والله كويس الان كانيس يعتبر كويسه بس كنت بتمني انيس يكسب شغله ثانيه لانه توي بادي الان. اوكي انيس اسمع روح لعند السياره واضغط انفنتوري وخذ الايتم اللي داخله اوكي مبروك عليك انيس. اوكي استسحب الشنطه ولا خلينا نشوف يا جماعه راح يسحب لنا بعد 3 2 1
اوكي مبروك عليك انيس، الف مبروك. حبه لومينس ستون فيك تبيعها تكسب منها، سعرها شي 250,000 يعني، بما انك بعد اكيد رح تفيدك بالسوسي. تمام، الف مبروك. خلاص شكرا لك يا انيس، يعطيك العافيه والله. اوكي نايس شباب، والله نايس. يا جماعه انا جالس اكسر المايك عندي والله. اوكي شباب، باقي سيارتين وباقي شخصين، ثواني شويتين. يب رح نشوف مين اللي متسابقين الاخيرين يا جماعه. رح نخليهم كل واحد يختار سياره بس بالاول، وفي شخص رح يختار قبل الثاني، والشخص هو عبدو شلبي. عبدو شلبي رح تختار انت قبل كل الناس، قبل كل مضل في غيرتنا قبل كل الناس. اوكي عبدو انت رح تختار سياره، وبالتالي السياره الاخيره رح تبقى لحازم. اوكي فعبدو اختار سياره. وين اي سياره عبدو رح تختار؟ اي واحد من الاثنين. اوكي مش سامع. اوكي تمام، عندي حازم صارت سيارة ثانية له. شباب ابشركم اخر ايتمين اتوقع هم كويسين، اتوقع يعني. شوف انا نسيت شو باقي بس اتوقع انهم كويسين، خلينا نشوف مع بعض. يلا بسم الله، راح افتح السيارتين الان. 7 TQ. اوكي خلينا نشوف شو بهاي السيارة يا جماعة. 7 TQ. والله نايس، خلينا نشوف ايش كسب يا جماعة. يا جماعة شوف معنا عبدو شلبي كسب معنا. اوه ماي جاد عبدو شلبي. اوكي نايس، 7 تي. والله كويسة دي تنباع بسعر غالي ترى نوعا ما، انا شفت ناس يبيعوها بمليون يعني تقريبا يا جماعة، والله ما بعرف يعني. انا شفت ناس. اوكي عبدو انا فتحت الشنطة الان. عبدو فيك تسحب الايتم على السريع. عبدو الف مبروك عليك يا عبدو، والله تستاهل والله. ترى الايتم هذا ممكن يباع معك بمليون، ما اعرف يعني كم يشتروه الناس. شو الايتم؟ مبروك. هو على كتفه، على كتفه الان هذا الجيزمو، ما بعرف شو اسمه. حازم، حازم كمان كسب ايتم على الكتف. نايس والله. اوكي باقي اخر ايتم، باقي اخر سياره اصلا ما لازم افكر فيها الان. ونقول الف مبروك لحازم، مبروك عليك الايتم حازم. حازم اسحب الايتم بسرعه حازم. ليش يا معلق عنده شباب؟ اتوقع راح اعطيها ليد الان، راح اعطيها لحازم. حازم 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 خلاص حازم عطتك يا حازم. وصلك حازم؟ وصلك حازم؟ اوكي اتوقع وصلك الان. مالك انا سحبت لك يا. اوكي شباب اسمعوني والله، كان بدي انا الكل يشارك اكثر من هيك، بس انا اسف لان في عندي مشكله، انا تواصلت مع الاداره ما فيني اني اعطي جوائز اكثر من اللي اعطيته الان، لاني حسبتهم 5 مليون تقريبا لازم يطلعوا. ممكن بعد يومين ارجع اسوي الفكره من جديد، عندي ايتمات لسه كثير، في عندي ديزرتات سكارفات، ممكن نخلي مثلا ايتم كبير كثير ديزرت سكارف 5 مليون سعره، نحطه بسياره واحده والباقي كله ما في، عشان يطلع حماس اكثر يعني. فراح اشوف كيف ممكن اسوي الايتم المره الجايه. وبس شكرا والله للاشخاص اللي شاركوا. شباب انا اتمنى انه هذا اعجابكم عبارة عن مجرد ايفنت بسيط نوزع فيه فلوس على الفاميلي. انا اسف اذا كان في حد ما شارك، انا اسف، في مليون شغلة ممنوع اوزع اكثر من 5 مليون. ان شاء الله المرة الجاي راح اسوي افكار اخطر من كذا يعني، ممكن احط مثل ما قلت سكاف 5 مليون مرة واحدة. راح اضبط لنا سيارات مع الشباب. هذا كان كل شيء باسم الله، مقطع اليوم يا جماعة الخير. كان معكم حمود قاتم بكالو، السلام عليكم، القاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله، في امان الله.